جو في اونكور اون. انت وصلت اليوم لهون ولهون، بعد عندك كل هون جمعتين. لا خلصنا ان شاء الله، ان شاء الله من هون تيخلص البروجرام تقدر توصل لهون، وما بدنا اكثر لانه بالمغنى انت بتغني هون اوقات بتطلع هاي معناتها اعطيتها هاي هاي منها هيني عالي، عرفت كيف؟ مهم تعرض وتشقل تيظهر صوتك لمرة. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. شفت شو عملت؟ لازم أكتر شيء تعملوا كنترول على الديبار. أوكي. مي مش مي راح تلقى وراح تلقي أحكي لي مي علي تدور عن بو علي مي 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 اهم شيء انه عارف غلطي سير على غلطي خلصي بعدنا تحت. هلا اعطيتيني سول بتخلي المي عريضه وهي مثلهم عجل كثير حلو صوتك والله انت الاحلى مشاركة قوية والله ترى يعني شو موضوع انزال ولا هلا اطلعي هلا نو خليك بواترين شو عم بحكي؟ اوكي سوري سوري هلا كل شيء حكيت عندكم صف صف عام صف بالعالم عم بركز يلا سول لا سي سي دو سي لا سول ري مي سكوت سكوت برجع على الري ري مي فا صول سي دو مرتضى ما تغني في سيلانس بدكم تحترموا السكوت مش واحد بياخذ المي وبيمشي فيها ما عم بتغنوا لوحدكم وزيت اون جروب شفتوا اذا بتصير هاي باوروبا بحطوكم برا على غلطه من هالشكل كمان مره لا ابني هاي 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 ما في سكوت تعال هاي لازم تسكت هاي ايه هاي برافو انا عيد ولا بدنا نعيد لكن من الري تحت تحت غلطك بتكمل ما بتوقفنا وزيت او جروب صوتك بيبان اصلا طبي بتكمل لا ما غلط بالهذا قلت بدي اقول دو عسي على طيب بس وقفنا الدنيا كلها كرمال هالشغله بامريكا يلا عن جديد ممنوع الوقوف دو ري مي دو سي
هيدا كتير حلو تتعلموه مرة تانية.